ثائر قاسم ومها سلام، شابين فلسطينيين من مخيم اليرموك في سوريا، تحقق حلمهم اليوم بإقامة مراسم زفافهم على تراب فلسطين. فكانت بلدة ديرستيا غرب محافظة سلفيت شيبها وشبابها نساءها وأطفالها تأهبت استقبالا لهذا العرس الفلسطيني بكل حفاوة، حريصين على أن يخرج بأبهى صوره الشعبية والتراثية ليتحقق حلما طالما راود هذين العريسين وطاقوا لتحقيقه. حاس حالي بين أهلي وبين ناسي، وما حاس حالي غريب بأرض فلسطين، يعني فرحتي فرحتين، أول شغل إنه فلسطين، وثاني شغل إنه أنا رح أتجوز بفلسطين. أنا فتت على فلسطين وعملت عرسي تحديا لإسرائيل، وأنا عملته بفلسطين. عرس فلسطيني بامتياز شهدته الأراضي الفلسطينية، ولكن ما يميزه أكثر هذا الحضور الفلسطيني من لاجئين أتوا من مختلف مناطق الشتات ليؤكدوا عمق ارتباطهم بأرضهم وحنينهم الدائم لوطنهم وإن طالت سنين اللجوء واختلفت أساليب الاحتلال. نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا حققنا هذا الحلم الكبير الذين حلموا به أثناء وجودهم في مخيم اليرموك، بأن يكتب لهم يوما بأن يتم زفافهما على أرض هذه فلسطين الحبيبة. الملتقى الثقافي الفلسطيني الخامس، والذي ضم 150 فلسطينيا قادمين من مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن ومصر، كان قد حط رحاله مؤخرا في الأراضي الفلسطينية حاملا معه ذكريات الكبار وأحلام الصغار، فرحة لم تسع المشاركين في هذه الزيارة والتي انتزجت بغصة الفراق التي لا تكاد تفارق مخيلاتهم. هذه ربوع الوطن، هنا ولدت وهنا أتمنى أن أدفن، وفلسطين بالنسبة لي رقم صعب لا يمكن أن يتجاوزه المرء، لذلك أنا الآن أجد نفسي بين أهلي وأخوتي وعزوتي، وهذا حقيقة يعني ما يثلج صدري. بمثابة معجزة بالنسبة لي أني أكون هون، لأنه فلسطين تعني لي كتير، لأني أتنفس فلسطين، لأني فلسطينية العشق والهوى. رسالتي بسيطة وواضحة، أنه بوحدتنا يعني من نقدر أنه نحقق كامل الحقوق اللي إحنا اللي بدنا إياها واللي رح نوصلها بإذن الله. ثائر ومها حكاية فلسطينية شاء القدر أن تكتب فصولها على أرض الوطن ليتحقق لهم حلما فلسطينيا تمناه كل لاجئ في منافذ غربة والتشرد، وليصبحوا أبطال حدودة الأجداد للأطفال عنوانها فلسطين ستبقى ساكنة في وجدان أبنائها رغم أنف الاحتلال. بكر عبد الحق، تلفزيون نابلس. Allez, allez, allez.